معك سيد طالب، لأنه في الحقيقة مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية شنت غارات دقيقة استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في سوريا وأيضا في حقل العمر النفطي بدير الزور، وقالت بأن ذلك ردا على هجمات ضد قواتها الأمريكية. إلى أي حد الجبهة السورية حاضرة ويخشى بأن تمتد في ظل الحرب في غزة؟ بداية مساء الخير لكم، مساء الخير لغزة، لأطفالها، لنسائها، لمقاوميها، لمصر، للدول العربية، لكل من يقف إلى جانب المظلومين في غزة وفي فلسطين على كامل ترابها. سيدتي، حقيقة سوريا في ذروة الحرب، حقيقة يعني لم تخرج من الحرب سوريا حتى نقول أن الجبهة ستشتعل، هي جبهة مشتعلة. الولايات المتحدة الأمريكية من خلال احتلالها للشمال الشرقي من سوريا واحتلالها للثروة السورية، للنفط السوري الغذائية، حقيقة تصاعد بشكل دائم. يعني هناك هجمات لداعش دائم في الشمال الشرقي، في البادية السورية، الجماعات الإرهابية في الشمال الغربي وفي إدلب. اليوم كان هناك هجوم كبير بطائرات مسيرة من هذه الجماعات، تم إسقاطها من قبل الجيش السوري. إذن الجبهة مشتعلة، وهذا الأمر مستمر منذ تقريبا 12 عام. لذلك يعني اليوم أمريكا صعدت حقيقة يعني بشكل نسبي من تحريك جماعاتها المسلحة في سوريا، ومنذ 7 أكتوبر شاهدنا هجمات متتالية، فتح جبهات جديدة على الجيش العربي السوري من قبل جبهة النصرة، من قبل الجماعات الإرهابية. كل هذا نضعه في إطار أن الأمريكي يحاول إشغال الجيش السوري، إشغال سوريا، كي تبتعد عن فلسطين وتبتعد عن غزة. لكن في الحقيقة سوريا أيضا يعني من ضمن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، أيضا هي في صلب الحرب وفي جبهة مفتوحة، حتى لو لم تكن هذه الجبهة برية، لكن هي جبهة أمنية، جبهة عسكرية، جبهة بالصواريخ. لاحظنا في منذ العام 2018 تم إسقاط طائرة F-16، وأيضا تم يعني استهداف، وصل أحد الصواريخ إلى النقب، صواريخ الدفاع الجوي السوري، أحدها وصل إلى محيط ديمونة كما ذكرت وسائل إعلام للعدو الصهيوني. يعني دائما توتر في الواقع الميداني، الواقع العسكري في سوريا، في ظل وجود كما قلنا احتلال أمريكي، احتلال تركي، ووجود جماعات إرهابية.